عناوين النشرة: مختلط باسيل في خبر كان، حميدي ينعيه، والحريري يدعو إلى عدم اليأس. المطارنة الموارنة لإقرار قانون يستلهم الدستور. ضرورة الإسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فلا يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كل استحقاق دستوري. 900 اعتراض دبلوماسي على قرار ترامب. والطعون القضائية والاحتجاجات تتمدد. روحاني: ترامب مبتدئ في عالم السياسة. طابت أوقاتكم وأهلا بكم. مشروع القانون المختلط الذي تم تداوله في الأيام الأخيرة أصبح في خبر كان، بحسب ما أكدت مصادر اللجنة الرباعية التي اجتمعت مساء في وزارة الخارجية. وبالتالي فإن النقاش الانتخابي عاد إلى المربع الأول، لا سيما أن المجتمعين تبلغوا رسميا خلال الاجتماع اعتراض حزب الله وحركة أمل على مسودة المشروع. واليوم أمعن الوزير مروان حميدي قبيل جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية بنعي المختلط قائلا: الصيغة الانتخابية المتداولة حاليا عاطتك عمره. فيما أكد الوزير علي حسن خليل أننا لم نعد إلى نقطة الصفر، والبحث جار للوصول إلى صيغة معينة. أما رئيس الحكومة سعد الحريري فدعا إلى عدم اليأس من التوصل إلى قانون انتخاب جديد، فيما قال النائب وليد زنبلاط: كفى إسقاط مشاريع انتخابية تفرق ولا تجمع ومخالفة للدستور، طبق الطائف والتهويل بالفراغ غير دستوري. وفي عين التينة نقل نواب الأربعاء عن الرئيس نبيه بري قوله: إن الصيغة التي كان يتم التداول بها دفنت، وثمة أفكار جديدة يدرسها خبراء وسيرفعون تقاريرهم إلى اللجنة الرباعية. ولمزيد من التفاصيل حول مواقف وأجواء عين التينة تنضم إلينا من هناك الزميلة جوال الحاج موسى. أهلا بك جوال، دعينا لو سمحتي في أجواء عين التينة هذا اليوم. نعم وعد، يعني التباين ظاهر بين الأطراف الأربعة التي تجتمع فيما يسمى باللجنة الرباعية، إذ لم يصار إلى اتفاق على صيغة واحدة ومتفق عليها لقانون انتخاب جديد، إذ البحث جار في صيغ عدة. ومن هذه الصيغ المطروحة الصيغة التي سبق واقترحها الرئيس نجيب ميقاتي، وهي اعتماد النسبية على 13 دائرة. هذه الصيغة أعرب اللقاء الديمقراطي عن تحفظه عليها ورفضه، هذا في ظل رفضه الكامل للنسبية. في لقاء الأربعاء وبعد انتهائه أكد النائب قاسم هاشم أن كل فريق يطرح أفكاره في حول قانون انتخاب أو حول اقتراح قانون انتخاب جديد، ويطرح هذه الأفكار على اللجنة الرباعية التي تضم خبراء قانونيين، وهؤلاء الخبراء يطلعون على هذه الصيغة. هذا وأكد النائب قاسم هاشم أن القانون الجديد هو الذي يحدد المهل، هذا جوابا على سؤاله عما إذا كان هناك من وقت لإقرار قانون انتخابي قبل الاستحقاق الانتخابي النيابي. هذا وأشار إلى أن القانون المختلط المعدل قد دفن. هذا القول أو حول دفن قانون المختلط أشار النائب علي فياض إلى أنه كلام غير دقيق، مؤكدا أنه يتم التداول في صيغ عدة حول لقانون انتخاب جديد. وقال أنه أطلع الرئيس بري على أجواء اجتماعات اللجنة الرباعية واصفا إياها بالإيجابية، إذ استعرضوا أفكارا جديدة لصيغ قوانين أو لصيغة قانون جديد للانتخابات، لكنهم لم يصلوا إلى نتيجة نهائية بعد، هذا وسط يعني الأخذ بعين الاعتبار الإشكالية الجنبلاطية، كذلك التمثيل المسيحي، مؤكدا أنه يتم يعني الاجتماعات كلها تدور في فلك التوصل إلى قانون يحقق عدالة التمثيل.
التمثيل. كذلك النائب مروان فارس أكد بعد لقاء الأربعاء أن تقدم لبنان لا يحصل إلا بإلغاء الطائفية، مشيرا إلى أنهم مع لبنان دائرة واحدة. هذه الأجواء العامة في عين التين وعد، وفيما يلي نستمع إلى أبرز ما جاء على لسان النواب بعد جوال. ولكن هل هناك ماذا عن موقف الرئيس نبيه بري شخصيا من القوانين المطروحة الأخيرة؟ يعني وعد الأجواء بشكل عام نقلها النائب قاسم هاشم، حتى هذه الساعة لم يخرج المسؤول الإعلامي في عين التين لإطلاعنا على رسميا على الأجواء داخل اللقاء، ولكن فيما سبق وذكرت في رسالتي الأجواء العامة في هذا اللقاء اليوم. نعم، شكرا لك يا زميلة جوال الحاج موسى. سنستمع الآن إلى بعض التصريحات من عين التين. مش دقيق القول انه الصيغه دفنت، يعني حجم النقاش حاطط كل هالصيغ على الطاوله وعم نقلب من صيغه لصيغه. يعني في بعض الصيغ التي ظن خلال الفتره الماضيه بانها انتهت فعليا لم تنتهي. حتى النسبيه الكامله هو خيارنا اللي بعدنا بنتمسك فيه ونسعى الى اقناع القوى الاخرى بالنسبيه. ولو القوى الثانيه وافقت على النسبيه كنا انتهينا انا برايي من كل هذا الاشكال اللي هو النسبية، اللي هو يعني مشروع أنا برأيي متعالي فوق المعايير الفئوية والسياسية الضيقة. لكن بما أن البعض اعترض هو اللي دخلنا في هذا الصنف من النقاشات التفصيلية للبحث عن صيغ تسووية ما، لكن على قاعدة التمسك بالنسبية. إذا بدنا نخرج إلى سلام حقيقي وسلام فعلي هو بوضع قانون انتخاب يأسس لديمقراطية فعلية. الديمقراطية الفعلية لا يمكن أن تقوم على أساس طائفي، أما المشاريع كلها المطروحة هي على أساس طائفي بحجة أنه بدنا نعطي حق للمسيحيين وحق للمسلمين. ما حدا بيعود يقدر يعمل لا مسيحي ولا مسلم بهي القوانين. مجلس الوزراء عقد جلسته الأسبوعية في السرايا الحكومية، وقانون الانتخاب يهيمن على موقف الوزراء. نتائج الجلسة والمقررات مباشرة من هناك مع زميلة ليال سعد. ليال يعطيك العافية، كان هناك موقف لافت للرئيس الحريري في مستهل الجلسة، ماذا في التفاصيل إضافة إلى المقررات والأجواء؟ صحيح وعد، جدول أعمال الجلسة كان اليوم تقني بحت، لم يكن سياسيا، فغاب عنه ملف التعيينات كما ملف النفايات وملف قانون الانتخاب. ولكن رغم ذلك استهل الرئيس الحريري الجلسة بكلمة له، فأكد أن الحكومة في بيانها الوزاري أكدت على أولوية إجراء الانتخابات ولم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون انتخاب جديد، وأكد أن التلازم بين الأمرين قائم والتباين في وجهات النظر لا يعني الوصول إلى طريق مسدود بل يشكل دليل عافية. وشدد على ضرورة الوقوف عند آراء الجميع. وعن قانون الستين قال إن الكل ينادي بدفنه، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لأن يعيش أيضا لفترة طويلة وعشرات السنين. لذلك يجب لا نيأس من التوصل إلى قانون جديد لا يثير مخاوف أي طرف سياسي. وعن علاقته بالرئيس عون أكد الحريري أنه على خط واحد والرئيس، وأن شيئا لن يخرب هذه العلاقة بين أهل الحكم. قبيل الجلسة وعد كانت هناك سجلت مواقف متضاربة بين الوزراء، فبعضهم رأى أننا نعود إلى نقطة الصفر فيما خص ملف قانون الانتخاب، أما بعضهم الآخر فرأى أن البحث جار ونحن في تقدم، ولكن هناك صيغ مختلفة قد تبرز إلى الواجهة اليوم. ولكن الأهم هو ما أكده الوزير جبران باسيل قبل دخوله الجلسة، فقال أن جزم أنه سيكون هناك قانون جديد ولن نعود إلى قانون قديم، وهذا أيضا ما أشار إليه وزير الإعلام ملحم الريشي مع إطلاق المقررات. أما عقب الجلسة وعد فحضر الوزير السابق وائل أبو فعور مفدا من النائب وليد جنبلاط للقاء الرئيس الحريري، وقال أننا لسنا معنيين بأي صيغة خارج نطاق الأكثري والطائف هذا، وكان قد أعلن القوات اللبنانية والمستقبل
أنهم لن يقبلوا بقانون لا يقبل به جميع الأطراف السياسية وبذلك عنوا اللقاء الديمقراطي. وقال الوزير القواتي بيير أبي عاصي أنهم نحن ظلمنا فلن نقبل أي يظلم أي طرف آخر وعنى بذلك اللقاء الديمقراطي. إذن وعد هذه هي آخر التطورات من السراي خصوصا فيما خص قانون الانتخاب، ونستمع إلى أبرز ما قاله وزير الإعلام ملحم رياشي عقب الجلسة. أكدت الحكومة في بيانها الوزاري على أولوية إجراء الانتخابات لم تفصل بين هذا الهدف وبين السعي الجاري لإعداد قانون جديد للانتخابات. أضاف الرئيس الحكومة: الكل ينادي بدفن قانون 60، وهو قانون معمول به منذ أكثر من نصف قرن، وكل الدعوات تتركز على إنتاج قانون جديد، وهو قانون مرشح لأن يعيش أيضا عشرات السنين. لذلك يجب ألا نيأس من التوصل إلى قانون جديد، بلوغ قانون لا يثير المخاوف لدى أي مكون من المكونات السياسية والطائفية. وتابع الرئيس الحريري وأنا في هذا المجال على خط واحد مع فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، وأريد أن أطمئن الغيارة الذين يراهنون على تخريب العلاقة بين أهل الحكم بأن شيئا من ذلك لن يحصل، وأن التفاهم على حماية استقرار السياسي راسخ ومتين وأقوى من أن تهزه دعوات النافخين في رمادي الماضي. وفي إطار آخر وخلال الجلسة شدد دولة الرئيس على ضرورة العمل لتنفيذ الخطة الموضوعة سابقا لمعالجة مشكلة النفايات بأسرع وقت ممكن. وبعيدا من السياسة المحلية، موجة طعون قضائية في الولايات المتحدة واحتجاجات دبلوماسية وشعبية ضد قرار الرئيس دونالد ترامب تقييد حركة الهجرة. تلقت وزارة الخارجية الأمريكية رسميا مذكرة موقعة من نحو 900 دبلوماسي من موظفي الخارجية الأمريكية اعتراضا على قرار الرئيس دونالد ترامب حظر السفر وتعليق دخول اللاجئين، وتنديدا بسياسة غلق الباب أمام أكثر من 200 مليون مسافر قانوني، سعيا إلى منع فئة محدودة من استعمال أنظمة التأشيرات لدخول الولايات المتحدة ومهاجمة الأمريكيين. وأكدوا أن القرار لا يجعل أمريكا أكثر أمنا. بالمقابل وفي تحد للأوامر التنفيذية التي أصدرها ترامب، تزايدت الطعون القضائية على قراراته بشأن الهجرة وامتدت إلى ولايات أمريكية جديدة إثر قيام ولايات ماساتشوستس ونيويورك وفيرجينيا بعد واشنطن بتقديم طعون في الأمر التنفيذي الذي يحظر سفر مواطني الدول السبع إلى أمريكا. الحظر غير دستوري، وسينضم مكتبي إلى دعوى قضائية في محكمة اتحادية تطعن في الحظر. ما فعله ترامب مضر للولاية. سنتقدم بدعاوى قانونية أمام محاكم اتحادية لديهما طعنا على الحظر، لأن القرارات الأخيرة تمثل إهانة لكل أبناء البلد من كل المعتقدات وتشكل خطرا عليهم. وباتت سان فرانسيسكو أول مدينة أمريكية تطعن على الأمر الرئاسي بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأمريكية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين. عدا ذلك، يواجه ترامب 42 دعوى قضائية مرفوعة ضده بعد أيام قليلة من دخوله البيت الأبيض، وتتعلق الدعوى بقراراته الخاصة بالهجرة وأعماله التجارية بوصفه رجل أعمال قبل أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة. وتأتي الطعون والمعارك القضائية لتضاف إلى اعتراض المنظمات والاحتجاجات الشعبية العارمة في مدن أمريكية كبرى وكذلك خارج الولايات المتحدة، تنديدا بإجراءات ترامب بوصفها إجراءات تمييزية وعنصرية. وأخيرا تجمع الألاف عند المحكمة الاتحادية في مينيابوليس ورددوا هتافات مناهضة لحظر دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وردد عشرات المحتجين شعارات مشابهة في مطار لوس أنجلوس الدولي، كما تجمع أكثر من 400 متظاهر في وسط ميامي احتجاجا على حظر السفر وإجراءات ترامب ضد المدن التي تحمي اللاجئين. بعد الإعلان، فيون إلى لبنان السبت.
أهلا بكم من جديد. أفاد الإعلام الحربي بأن العدو الإسرائيلي اجتاز السياج التقني على الحدود في منطقة ميس الجبل وأدخل جرافة لرفع السواتر في المنطقة ما بين الخط الأزرق والسياج بعد قطعه السلك التقني بتأمين من جنود الاحتلال ودبابات الميركافا. بعد اجتماعهم الدوري برئاسة البطريرك الماروني بشار الراعي في بكركي ثمن البطارك الموارنة المساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات واستنكروا المعالجات الفردية والاعتباطية لقضايا عامة مثل قضية طيور النورس في مطار بيروت، الأمر الذي يسيء إلى صورة لبنان ويصور الدولة اللبنانية بأنها عدو للبيئة. وأعربوا عن قلقهم من الوضع الأمني في البلاد وحيوا الجيش والقوى الأمنية على الإنجازات التي يحققونها على صعيد مكافحة الإرهاب والجريمة. يرحب الآباء باستعادة حركة التشريع في المجلس النيابي حيويتها، ويثمنون المساعي الجارية للاتفاق على قانون جديد للانتخابات، وهم يجددون التأكيد على ضرورة الإسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فلا يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كل استحقاق دستوري، على أن يحقق القانون تمثيلاً صحيحاً لجميع أطياف المجتمع اللبناني. يكون ذلك منطلقاً لتعزيز الشراكة الوطنية ولتوطيد العيش معاً، على أن تحترم المهل الدستورية لانتخاب مجلس نيابي جديد. ثانياً، لا بد من العمل على سياسة بيئية تراعي الشروط المعمولة بها دولياً، ولبنان شريك فيها، لمعالجة القضايا البيئية، وخصوصاً تلك التي لها انعكاساتها المباشرة على الصالح العام. أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لا نية لدى أحد للتلاعب باتفاق الطائف، وهناك محاولات حثيثة للتوصل إلى قانون انتخابي جديد يثبت اتفاق الطائف أكثر فأكثر. وخلال احتفال طلابي للقوات في معراب، دعا جعجع كل القوى السياسية إلى إعطاء الأهمية القصوى اللازمة لإقرار قانون انتخابي جديد حتى ينتظم العمل السياسي في لبنان. مش اليوم أول يوم عم نبحث فيه قوانين انتخاب، صلنا 10 سنين بأزمة قانون انتخاب، انطرحت كتير معادلات، انطرح كتير قوانين. القانون الوحيد يلي الأقل رفضا من قبل كل الأطراف هو قانون المختلط، لأنه النسبية الكاملة يعني في كتار من الأطراف ما رح يمشوا فيها، والأكثرية الكامل في كتار من الأطراف الآخرين ما رح يمشوا فيها. من هالمنطلق نحن مش غراما بالقانون المختلط، بس لأنه الأينة على نص الطريق بين كافة الفرقاء، مشان هيك مشينا فيه. واللي عنده اقتراح بحسن التمثيل قد القانون المختلط والبقوا بيمشوا فيه، نحن منفتحين لأي اقتراح، بس عم بحكي منفتحين يعني خلال ساعات وأيام، لأنه دق جرس الوصول إلى قانون انتخاب جديد من بعد 10 سنين صراع على قانون انتخاب. النائب في البرلمان الفرنسي دكتور إلي عبود كشف عبر برنامج الحدث أن المرشح للرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون سيزور لبنان نهاية الأسبوع الحالي، حيث تقتصر لقاءاته على الرؤساء الثلاثة ولا لقاءات مع مسؤولي الأحزاب والكتل النيابية. أنا جاي على لبنان مثل ما قلتي حضرتك السبت الساعة 2، رح يبقى الويك إند بلبنان، رح يعمل كمان يروح على أربيل يقعد يوم بأربيل بيرجع لبنان يروح على فرنسا. في على جدول أعمال هذه الزيارة شو رح يكون؟ لقاءات مع مسؤولين أكيد 100%، في عدة لقاءات، في لقاءات مع أول لقاء رح يكون مع رئيس الجمهورية. اليوم لبنان قعد 2 بفراغ فراغ كامل، وكنا كلنا خيفانين انه شو راح بيصير بلبنان. هي الكونستيتيوشن تبع لبنان كانت الدستور كان متهدد انه راح بيصير. إن اول شغله يجي بيهني الرئيس اكيد بيحكي معه بالمطالعات، بس ما لازم ننسى انه اليوم بلبنان في كثير فرنسيين، يا اما فرنسيين بس يا اما فرنسيين لبنانيين فرانكو لبناني، مظبوط، من اصل لبناني رح يتلقى فيهم. في لقاء مع في لقاء اكيد وفيني اعطيك ان ديريكت يمكن اول انتم بالنيو تي في بتاخذوا الخبر. رح بيكون اللقاء الساعه 5 بصاله باوتيل بالحبتور مع الفرنسيين اللبنانيين ومع الفرنسيين ومع اللبنانيين اللي بده يجوا يسمعوه كمان. بعد الإعلان، دي ميستورا يهدد المعارضة.
أهلا بكم. أشار وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى أن عددا من فصائل المعارضة المسلحة جنوب سوريا انضمت إلى الهدنة بفضل الوساطة الأردنية. وفي تصريح له لفت لافروف إلى أن عملية التفاوض في أستانا ستستمر لمتابعة نتائج تنفيذ اتفاق الهدنة، موضحا أن الآلية الروسية التركية الإيرانية بدأت العمل للرقابة على وقف إطلاق النار في سوريا، داعين الدول العربية لدعم الحصار الاقتصادي على المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش. وكان المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان ديميسورا أبلغ مجلس الأمن في اجتماع مغلق تأجيل مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية إلى 20 من شباط الحالي. وعقب الاجتماع قال ديميسورا للصحفيين: نريد أن نعطي فرصة لكل من الحكومة كي تلتزم جديا في المحادثات، والمعارضة من أجل أن تتاح لها الفرصة لتقديم نفسها بموقف موحد. إلا أن المبعوث الدولي هدد بأنه في حال لم تكن المعارضة جاهزة للمشاركة بموقف موحد بحلول 8 من شباط، فسأقوم بتحديد الوفد لجعله شاملا قدر الإمكان. أكد وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أن إجراء إيران اختبارا صاروخيا مؤخرا يأتي ضمن إنتاج المعدات الدفاعية من أجل الدفاع عن الأهداف والمصالح الوطنية، وأن بلاده لن تسمح بتدخل أي جهة أجنبية في شؤونها الدفاعية، وأن هذه التجربة لا تتناقض والاتفاق النووي والقرارات الدولية. أما الرئيس الإيراني حسن روحاني فقد أعلن خلال كلمة له بمناسبة اليوم الوطني للصناعات الفضائية أن الأمريكيين سحقوا جميع المبادئ الدولية، وأن قراراتهم اليوم قائمة على العنصرية وسحق حقوق الإنسان، واصفا ترامب بالمبتدئ. من الطبيعي أن الشخص الذي يدخل إلى عالم السياسة ولا يمتلك معلومات عن هذا المجال سيحتاج لفترة طويلة ليتعلمه، والدولة التي تحظر تأشيرات الدخول لبلادها عن بعض الدول تضر نفسها. إن الأمريكيين قالوا لسنوات: نحن نعارض النظام الإيراني ولا نهاجم الشعب الإيراني. أما اليوم فقد كشفوا بقرارهم الأخير عن نفاقهم، ولم يعودوا اليوم يقبلون حتى بالتأشيرات التي سبق أن أصدروها بأنفسهم. وكانت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن أعلنت أن الإدارة الأمريكية لن تغض النظر عن التجربة الصاروخية الإيرانية، معتبرة اختبار إيران صاروخا باليستيا الأحد الماضي مرفوض تماما. وقالت عقب جلسة لمجلس الأمن إن العالم سيرى أن الإدارة الأمريكية الجديدة ستتحرك بقوة وبصوت عال لفعل كل ما يلزم لحماية الأمريكيين والعالم. وأضافت أن الإيرانيين يعرفون أنه لا يمكنهم القيام بأي إنتاج يتعلق بتجارب صواريخ باليستية تستطيع حمل رؤوس نووية، وتجربتهم الأخيرة جرت على صاروخ أكثر من كاف لحمل مثل هذه الرؤوس. كان في النشرة مختلط باسيل في خبر كان، حميدي ينعيه، والحريري يدعو إلى عدم اليأس. المطارنة الموارنة لإقرار قانون يستلهم الدستور. ضرورة الإسراع في وضع قانون يستلهم الميثاق والدستور، فلا يقع البلد في مراوحة جديدة أمام كل استحقاق دستوري. 900 اعتراض دبلوماسي على قرار ترامب. والطعون القضائية والاحتجاجات تتمدد. روحاني ترامب مبتدئ في عالم السياسة. كان هذا كل شيء في نشرة الظهيرة. للمزيد تابعونا على موقعنا الإلكتروني الجديد .tv وعلى فيسبوك الجديد أونلاين وتويتر الجديد نيوز. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.